الإكرام الصافي للجلالة على إقليم كنس المحترم، السيد رئيس جامعة الإسلامية المحترم، السيدات والسادة الممثلين الأساتذة الأجلاء الزملاء، السادة المدراء، السيدات والسادة الممثلين التدريبية الطلبة. فأنا جد سعيد التواجد ديالي اليوم هنا في المدرسة الفلاحية لكناس لما لها من تاريخ ومكانة يعني في مجهد التعليم العالي وخصوصا في مجهد نظام ديال التعليم الفلاحي. مرحبا بكم في هذا الحفل الأول اللي هو تنصيب ديال الأستاذ سعيد عمري اللي تم تعيين ديالو مديرا للمدرسة الفلاحية من كناس خلفا للسيد توفيق بن زيان الذي استوفى المدة القانونية لإدارة هذه المؤسسة بولايته. لقد تم تعييني على رأس هذه المؤسسة العتيدة في 9 جانفي 2021، وذلك تبعا للقانون اللي تأطر هذا التعيين في المناصب العليا، وخصوصا القانون 0100 التي أطر التعيين ديال المديرين في هذا الإطار. ومن بعد التعيين ديالي لابد من التنصيب، وهذا النهار إن شاء الله التنصيب غادي يشرف عليه السيد وزير الفلاحة شخصيا، اللي تيتزامن مع انعقاد مجلس الإدارة ديال المؤسسة ديال المرحلة الثانية من السنة اللي ديال دو جانفي. والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس مدرسة عتيدة ومتخفاش عليكم، اللي نشأت في سنة 1942 وكونت أجيال اختصاصيين في القطاع الفلاحي. وهذه المؤسسة هذه تعاقبوا عليها كثير من المدراء، وآخر مدير اللي هو صديقي في الشعبة وصديقي في الميدان السيد توفيق بن زيان، واللي كنت نشتغل معاه كمدير مساعد لمدة أكثر من 8 سنوات. والسيد بن زيان توفيق غني عن التعريف، شخصية اللي عندها الوزن ديالها وعندها طريقة التسيير ديالها عالية، واللي دفعت بهذه المؤسسة في 8 سنوات الأخيرة باش توصل إلى ما وصلت عليه الآن. وتنتمنى له بالمناسبة التوفيق فيما باقي في المسيرة ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم شهدنا مراسم تنصيب ديال السيد المدير للمدرسة الوطنية للفلاحة، اللي هي واحد يعني واحد المعلمة عندها واحد تاريخ طويل في التعليم العالي الفلاحي. هي من اقدم الى ما قلنا اقدم مدرسه فلاحيه ديال التعليم العالي مدينه مكناس. مدينه مكناس اللي هي واحد المدينه فلاحيه، فكان الحضور ديال السيد الوزير معالي السيد الوزير اللي تراس هذا اللقاء هذا مع السيد عامل صاحب الجلاله على اقليم مكناس. وكانت يعني واحد المناسبه باش انه السيد الوزير اكد على الاهميه ديال التعليم العالي، اكد على الاهميه ديال البحث العلمي، واكد على الاهميه ديال مدينة مكناس والمحيط ديال مدينة مكناس في هذا القطاع الفلاحي، وكذلك في قطاع التعليم العالي والتكوين المهني الفلاحي اللي كيبقى من أهم ركائز الاقتصاد. التعليمات كانت من أجل التسريع والمواكبة في تنزيل أهم أوراش ديال الاستراتيجية الجيل الأخضر، خاصة في الشق اللي كيخص التعليم العالي الفلاحي، اللي كيهم البحث العلمي، اللي كيهم الاستشارة الفلاحية والمواكبة والتكوين ديال الفلاحة، اللي كتبقى يعني واحد السلسلة مهمة. أنه ذاك العمل اللي كيقوم به الباحث في المختبر خص هذيك المعلومة، خص هذاك الحلول أنها توصل للفلاح باش أنه يمكن يحل المشاكل ديالو، باش أنه الإنتاج يكون أوفر والجودة كذلك تكون أكثر. فهادو كانوا من أهم يعني التوصيات ديال السيد الوزير باش أننا نواكبه وتكون واحد الإلتقائية بين جميع الفاعلين في القطاع.